الموضوع الثاني انه لا صحه لشائعه بيع 5 مستشفيات حكوميه. مش احنا امبارح كنا بنتكلم على الشائعات؟ طيب صحينا النهارده من النوم قال لك بيع 5 مستشفيات. خليني الاول ارحب بدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزاره الصحه. منورنا يا دكتور. مساء الخير استاذ يوسف، تحياتي لحضرتك يا فندم. ازي الصحه يا دكتور؟ اولا عاوزين نناقش المقترح الرائع بتاع انه يبقى في عندنا تطبيق للتشخيص عن بعد. قصته ايه ده يا فندم؟ هو الحقيقه كما يعني عودتنا القياده السياسيه والدوله المصريه ان احنا الحقيقه في الانجازات لا نناقش مقترحات ولكن نناقش او نعلن عما هو واقع. والتشخيص عن بعد الحقيقه بيتم فعليا ونحن نتحدث من خلال أكثر من 150 وحدة منتشرة في محافظات الجمهورية مرتبطة بالوحدات الصحية وفي والمستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة. المريض بيروح الوحدة الصحية بيكشف وفي دكتور تاني قاعد في مستشفى القصر العيني مستشفى الدمرداش بيناظره مع وجود الطبيب اللي موجود في الوحدة. ده فعليا بيتم. احنا آخر أسبوع تم الكشف على أكثر من 10,000 مريض من خلال وحدات تشخيص عن بعد. في نفس الوقت إحنا عندنا 27 جهاز موجودين في 27 محافظة بيتم المناظرة فيهم من خلال المجالس الطبية المتخصصة. فالنهاردة كان مجالس الطبية اللي هي العلاج على نفس الدولة اللي هي اللجان اللي استتعمل اللجان العليا اللي استتعمل في العلاج على نفس الدولة. العلاج على نفس الدولة عشان بس للتسهيل في قرارات بتصدر من خلال الكشف في المستشفى. وفي امراض معينه بتحتاج الى اعاده كشف من خلال لجنه عليا موجوده في المجالس في مدينه نصر. فالعلاج على نفق الدوله استحدث منذ فتره ان انت مش محتاج تنتقل حتى تناظرك اللجنه العليا، ممكن من خلال وحدات التشخيص عن بعد ان انت في مكانك اللجنه العليا تناظرك. النهارده معالي الوزير الدكتور خالد عبد الغفار كان بيناقش توسيع التجربه، مش ان احنا نشتغل عليها. انه بدل ما يبقى هنا في 27 وهنا في 150 وهناك توجيه بان يزيد الرقم ده ل 300، انه يبقى عندنا كل الوحدات دي بتخدم المرضى من خلال مستشفيات الاحاله ومن خلال ايضا العلاج على نفق الدوله واللجان اللي موجوده في العلاج على نفق الدوله. يبقى بدل ما انا موجود في محافظه اسيوط على سبيل المثال وتم تشخيص حالتي بانها تحتاج الى علاج معين غير موجود في البروتوكولات العلاج، فبحتاج اخد ورقي وفحوصاتي اروح المجالس الطبيه المتخصصه اللي موجوده في 6 اكتوبر في الموجوده في مدينه نصر في الحي السادس يبقى اكشف في اسيوط في المستشفى اللي في اسيوط والدكتور او مجموعه الاطباء الاستشاريين اللي قاعدين في اللجنه العليا في المجالس يقدروا يشوفوني ويشوفوا الفحوصات ويشوفوا التحاليل ويسالوا اسئله مباشره بدون ما انا اسافر من الاسيوط الى القاهره او من الواحات الى القاهره. ده اللي كان بيتم بنصته، فهو التوسع وليس التطبيق، لان احنا فعليا شغالين بالعلاج على نفقه بالعلاج على شغالين بطريقه التشخيص عن بعد من خلال التشخيص عن بعد. طيب عظيم جدا. قول لنا يا دكتور انهي 5 مستشفيات بالظبط اللي هيتباعوا؟ انا قلقان جدا. هو الحقيقه ما فيش لا 5 ولا 1 ولا نص ولا ربع مستشفى مملوكه للدوله هتتباع ولا حاجه بسيطه كده. طب جناح في المستشفى حاجة صغيرة خالص. طب ملحق يعني. والحقيقه ان احنا وبرضه انا يعني عايز بس اقول حاجه يمكن الناس ما التفتتش ليها، انه بدايه الاشاعه ظهرت بالكلام على ان وزاره الصحه هتبيع 5 مستشفيات منهم مستشفى اسمها شيراتون ومستشفى اسمها الجلاله. الحقيقه احنا ما عندناش في مصر مستشفى حكومي لا تتبع اي جهه حكوميه اسمها شيراتون اصلا يعني. حلوه من باب المعرفه يعني عشان تبقى الناس. ومستشفى الجلاله الحقيقه هي مستشفى تتبع جامعه الجلاله ودي تتبع وزاره التعليم العالي والبحث العلمي او هي جامعه المستشفيات الجامعيه ما بتتبعش اصلا. واحنا ما لناش علاقه بيها كوزاره الصحه. وزاره الصحه ما لهاش علاقه بالمستشفيات الجامعيه. يعني ليست ملكا لوزاره الصحه حتى تتباع. فالحقيقه في 2 مستشفيات من اللي قيل ان احنا قررنا نبيعهم كدوله وهو كذب. واحده منهم غير موجوده في الوجود والثانيه هي لا تتبع وزاره الصحه. ده بس من باب. طب مش يمكن الثلاثه التانيين يا دكتور حسام؟ بس انتم مش عاوزين تقولوا لنا، هتفاجئونا يعني. فبدايه الخبر تتحدث عن 5
الحقيقة داخله كذب صريح. احنا ولم يحدث أبدا إن احنا اتكلمنا عن بيع ولا قلنا بيع. احنا كل ما قيل أن هناك مستشفيات خمسة هم يتبعوا المؤسسة العلاجية، مش خمسة تم طرحهم أو نفكر في طرحهم للاستثمار، لكن نتكلم على مستشفى هليوبوليس، في مستشفى واحدة تتبع المؤسسة العلاجية. المؤسسة العلاجية دي هي اقتصادية أنشئت في عهد الزعيم جمال عبد الناصر سنة 1964 لتقدم خدمة علاجية بأجر. هي كده، هي لا تقدم خدمة مجانية. فكان الفكر أنه يتم الاستثمار في هذه المستشفى من خلال إنشاء وحدات علاجية متميزة، من خلال أجنحة للسياحة العلاجية، من خلال مراكز تميز، أجهزة جديدة كفكرة بيتم طرحها لتحسين أداء المستشفى، وفي نفس الوقت أنه هذا الاستثمار سوف يعود بالنفع من خلال الإنفاق على بقية المستشفى وأجزاء المستشفى. لا تكلمنا عن بيع، وهذه فكرة مطروحة، يعني مش فكرة. ده مطروح على مستشفى هليوبوليس بس يا دكتور ولا المستشفيات التانية؟ هليوبوليس فقط، وهي مستشفى تقدم علاج بأجر بقانون إنشائها، يعني من عارف طول عمرها بتقدم كده. وبالتالي لم يذكر بيع، ولا نعرف ما من أين أتى البيع، ولم يذكر أنه في خمس مستشفيات تم بيعهم، ولم يذكر أن المستشفيات المجانية سوف يتم بيعها، أو المستشفيات المجانية سوف تتحول إلى مستشفيات بيع. كل هذه الحقيقة أكاذيب، والعجيب أن البداية هي بدأت بأكذوبة في مكان يقول الأكاذيب، ثم بدأت تدور كما يقول هو تدوير الأكاذيب الإعلامية. بقالك كم سنة بتسمع عن بيع مستشفيات الدولة؟ حقيقة منذ أن يعني تخرجت من الكلية. تخرجت من الكلية ونحن نسمع عن هذا، وتذهب وتأتي وتزداد الإشاعات أحيانا. بس هي شدت بعد 2013 2014 حكاية بيع مستشفيات وزارة الصحة دي، القصة دي شدت جامد قوي يعني. لا، وانا عايز اقول كمان انه برضه سمعنا انه نقلا عن مين اللي قال لمين انه الدوله قررت الا تنشئ اي مشاريع جديده، او الا تبني مستشفيات جديده، او الا يكون هناك انفاق على المستشفيات. انا عايز اقول بس معلومه يمكن بقولها لاول مره. وزاره الصحه المصريه من خلال توجيهات السيد الرئيس، وعندنا 1000 مشروع خلال السنوات القادمة شغالين عليهم، ما بين إحلال وتجديد وإنشاء جديد لمستشفيات جديدة ب 54 مليار جنيه مصري تنفقها الدولة المصرية. 1000 منشأة طبية جداد، 1000 مشروع ما بين الإحلال والتجديد والجديد. والجديد أبسط حاجة إنه منذ أيام قليلة، يعني الإشاعة بتقول إن الدولة قررت ألا تبني مستشفيات جديدة. منذ أيام قليلة جدا، يعني لا تزيد عن 3-4 أيام، كانت هناك زيارة للسيد وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار لمحافظة الفيوم، وأول حاجة كانت زيارة مستشفى الفيوم العام الجديدة، ودي ما كانتش موجودة وبيتم بنائها. وبالتالي فده وهي يعني تقدر الناس، والفيوم ليست بعيدة، تقدر الناس تتحرك إلى محافظة الفيوم وهتجد مستشفى جديدة يتم بنائها اسمها الفيوم العام الجديد. دي مستشفى جديدة من ضمن 1000. طب مستشفى جديدة من ضمن 1000 مشروع. هو في كم واحدة هتبقى، يعني 1000 مشروع دول في منهم كم واحدة ممكن تبقى جديدة، أو كم منشأة جديدة ما كانتش موجودة قبل كده؟ الحقيقة أعداد المستشفيات أنا ممكن أعدلك بالمحافظات تقريبا لو حضرتك عندك وقت، لكن الحقيقة نحن نتكلم على مشروعات يعني وزارة الصحة. خليني أقول لك بعض أسماء المستشفيات اللي إنشاء جديد. إنشاء مستشفى بولاء أبو العلا المرحلة الأولى إنشاء جديد، إنشاء استكمال إنشاء مستشفى صبر العباسية، ده في مبنى جديد هيتم إنشاؤه. خليني نكمل. إنشاء مستشفى طوخ المركزي، ده إنشاء جديد. مركز تنمية صحة الأسرة بغرب بهينة، ده إنشاء جديد. كفاية مش دي القصة، المهم إن أنا عندي إنشاء جديد. إنشاء مستشفى طنطا العام الجديد، خمس
يعني إنشاء مستشفى بيل المركزي الجديد، إنشاء مستشفى الحامول المركزي، إنشاء جديد. لا احنا كده هنتحسد يا دكتور، هنتحسد. احنا نتكلم عن الحقيقه مشروعات زي ما بقول لحضرتك كده بتتكلف 54 مليار جنيه مخططها الدوله المصريه للانفاق على تطوير المنشات الصحيه المملوكه للدوله المصريه. فيعني الحقيقه يعني الانسان بيستغرب جدا من الاكاذيب التي ترد اكاذيب اكبر منها. والله دكتور حسام انا معرف اشكرك ازاي بجد، يعني الف 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 شكر ليك يا دكتور حسام. دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة.